فأنا أقول عسى الله يزيدك من واسع فضله يا رب. طيب عندي عرض مغري، إيش رأيك؟ العروض المغرية هي حبيبي النسخة الجاية إن شاء الله تفهم معي، فمان الله يا حبيبي. شكرا لك وموفق، وشرفنا الأستاذ ناصر النجم الكبير سعيد خماش، مرحبا ألف. سعدك الله يبارك فيك ويمسيكم بالخير جميعا، وما ندري والله شو نقول في الليلة الحلوة هذه، وكلكم معاريس الليلة صراحة. الله يرفع قدرك. نبغى انطباعك على البرنامج بشكل عام، توقعاتك من المركز الأول، من الثاني الثالث، نجم البرنامج. والله انك تحرجنا في التوقعات، اما انطباعاتنا على البرنامج بصراحه نحن عشنا معكم 3 شهور خياليه، اي والله، وما ندري ايش بنسوي بعدها صراحه، بعد 3 شهور بنضيع شوي، لكن بالنسبه للمركز الاول والثاني والثالث كل واحد يتمنى انها تكون تخص المركز الاول، ولكن اللي بيفوز بهالليله هو ولد، انا اعتبره ولد من اولادي، للي شفنا من تقارب طباعكم واخلاقكم وادبكم، وكانكم سبحان الله مولودين في محل واحد، تربي محل واحد، من أدبكم ومرقيكم في تعاملكم مع بعض تحت البث، واللي نعرفه في الخفاء أكثر، فالله يوفقكم ويسعدكم، والجائزة أبدا ما تعني شيء بالنسبة للفروقات بينكم، هذا اللي مكتوب من الله عز وجل تقبلونه، والله يوفقكم جميعا في حياتكم المستقبلية يا رب. أمين. شرفتنا يا أبو عبد الله، شكرا لكلامك الطيب، وكنت داعم لنا دائما، شكرا لك. اليوم بناخذ ضيف جميل جدا في هذا الحفل الجميل، الدكتور فارس السهلي، مرحبا ألف.